الخير، احنا النهاردة حلقة صغيرة كده هنتكلم فيها عن الأطفال حديث الولادة والأمهات اللي ربنا رزقهم بمولود جديد. بعض الحاجات بس اللي بتخضهم شوية في الأول. أولا بالنسبة لموضوع السرة، كتير قوي من الأمهات بتلاقي البيبي لو سرته وقعت في أول 3 4 أيام بتتخض جامد جدا، أو لو أخرت شوية. هو المعتاد إن السرة بتقع ما بين أسبوعين لـ3، بتتنضف عادي خالص بالكحول، الطفل بيستحمى عادي خالص، غير المعتاد الناس بتقول ان احنا لا الطفل ما يجيش عليها ميه على السره، ما نجيبش ميه على السره او حاجه زي كده، لكن الطبيعي بيستحمى وننشفها كويس جدا، نبعد بس البامبرز عن السره وتتنضف بالكحول 2 3 في اليوم. ولو وقعت حتى بعد ما تقع بتنزل افرازات او بتنزل دم، نقط بسيطه جدا بعد ما تقع، ده ما يخدش الام. بالنسبه لموضوع العينين بتاع الاطفال، كتير قوي نلاقي ان احنا بنمد في القطره بتاعت العين فترة طويلة قوي. هو المعتاد ان القطرة دي مطهرة نتيجة الافرازات بتاعة الولادة، بنكتفي بيها 3 ايام بعد الولادة وبعد كده بنوقفها. لو في عمواص في العين، وده الاغلب عشان بيبقى ضيق في القناة الدمعية، فبنعمل دايما تنظيف للعين بمية دافية، قطنة او شاشة بمية دافية، بنعمل مساج على القناة الدمعية 2 3 في اليوم، على اساس ان احنا نفتح القناة الدمعية دي ان هي تقعد معانا فترة طويلة قوي، شهور يمكن لغاية تتم الطفل لغاية ما يتم عمر سنة. بالنسبة لموضوع اللسان، موضوع تنظيف اللسان احنا دايما ما بنحبوش، دايما اللسان بيبقى عليه طبقة بيضة بسيطة قوي بعد الرضاعة، ده اللبن، وتفضل فترة طويلة قوي في الأول، ده مش فطريات. واللي بيفرق ما بينها وبين اللبن أو فطريات الدكتور، والأم تقدر تعرف إن هي بتلاقي الفطريات دي حتت زي الزبادي كده بتبقى موجودة على الشفايف من جوه أو على الخدود من جوه. ساعتها لو هي فطريات بنحتاج ناخد كريمات للفطريات ونشوف ايه السبب تعقيم الببرونة او تعقيم ثدي الام بعد الرضاعة. برضك موضوع الغيار، دايما الغيار معتاد ان احنا الامهات بتسيب البامبرز فترة طويلة قوي، وخاصة في الصيف لو الطفل بيعمل حمام مثلا ستول مرة او مرتين في اليوم، بتغير بس عدد قليل وتسيب الحمام اليورين فترة طويلة، لا هو معتاد ان البامبرز ده مجرد بيمنع التسريب، فونس ان البيبي عمل حمام بول او براز لازم يتغير الحفاض، ما نستناش لغاية ما الحفاض عندنا يمتلي. موضوع الشاور بتاع الاطفال، طبعا الحموم عندنا بنستحمى عادي خالص مره في اليوم في الصيف الجو اللي احنا فيه ده، لكن الحموم يعني يفضل يكون حد متمرس عشان ما ندخلش ميه في عينين البيبي او في ودان البيبي. هنحاول بعد كده ان شاء الله ننزل لكم فيديوهات عن موضوع الحموم بتاع الاطفال. الحاجات بقى الطبيعيه التانيه، دايما بنلاقي مثلا في الاول اطفال بيرجعوا في الاول شويه زياده، وخاصه في اول 2 3 بتبقى افرازات كمان لونها اصفر شويه نتيجه الولاده، وبعد كده معدل الترجيع بيبقى ممكن مره او مرتين في اليوم. ساعات الطفل حتى بيقشط او يرجع من الانف، وده ما يخدش الام. القشط، فرق بين القشط والترجيع، يعني القشط دايما عندنا بيبقى كميه صغيره، الترجيع بيبقى كميه كبيره جدا اكني دلقت الببرونه كلها. القشط ممكن يكون لبن سايب خالص او لبن مجبن زي ما بنقول، ولكن الكميه بتاعته صغيره، الترجيح هو كميه كبيره. لو ترجيح كتير يبقى احنا لازم نتابع مع الطبيب. برضك الكحه، الزغطه، الخنفره اللي في الاول، العطس، العماص اللي في العين زي ما قلنا، القشر اللي في الشعر، البثور او الحبوب اللي تطلع في الوش او في الجسم، الرعشه اللي بيجيله كل شويه كده او يتنفضه، ساعات تلاقيه دقنه تترعش او رجله ترتعش مع العياط، عينيه ساعات فيها حاول كده بسيط ويفك، دقنه تترعش رجله تبتعش زي ما قلنا، جسمه بيقشر، كل الكلام دي علامات طبيعيه في الاول. بالنسبه كمان موضوع الحمام بتاع الاطفال، عشان ده كتير قوي بيقلق الامهات، الحمام بتاع الاطفال في الاول، اول ما بينزل الطفل بيبقى حمام لزج جدا جيلي كده لونه اسود اول يوم او يومين، وبعد كده بيبتدي يخضر، ومع نزول اللبن بيبتدي يصفر، بيبقى اصفر خالص لين خالص، بيبقى فيه نقط بيضاء نقط لبن مهضوم، والقصه دي بتقعد معانا بعد كل رضعه ممكن يعمل 5 و6 مرات. وللاسف كتير قوي من الامهات بيفتكروا ان ده سال، ويجروا على الدكاتره ويجروا على الادويه، وفي الاخر نلاقي ان القصه ان الطفل شكل الحمام طبيعي خالص والحمام بتاعه طبيعي، وده كان التطور الطبيعي بتاع الطفل مش محتاج اي ادويه. بس الفكره ان احنا لازم الام يبقى ليها زياره مع الطبيب في الاول، تعرف العلامات اللي تظهر على الطفل، وخاصه انه كان اول بيبي لازم تبقى عارف الحاجات دي، وتقرا على النت وتتابعنا على الصفحه عشان تقدر تعرف ايه الطبيعي ايه اللي مش طبيعي، ايه اللي تتخض عليه فعلا وايه اللي ما تتخضش عليه، عشان ما نعملش ارتباك في الاول. كانت حلقتنا النهارده، شكرا والى اللقاء.